نهنئ العالم الإسلامي بمولد سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين فقط، بل هو للعالم وللإنسانية جمعاء، فهو احتفال عالمي. ومن هذا المنطلق الأعظمية في كل عام تتهيئ وتتزين لاستقبال الحشود مليونية تزحف نحو منطقة الأعظمية، فكتلة هائلة، كتلة كبيرة من البشر تتحشد في هذه المنطقة أمام جامع الإمام الأعظم. تحضيراتنا في كل سنة متطورة وتتزايد مثل ما قاعد تلاحظون. ما يميز حفل أو الاحتفاء في مولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتفاء الجماهيري، هو ليس احتفالا حكوميا، تقوم به الأهالي الأعظمية، يقوم به الخيرين والمحسنين، نجمع التبرعات وبالتالي نقوم بهذا الحفل. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه هذا الحفل هو وفقا للمعايير الشرعية والإسلامية، لا يوجد هناك اختلاط ولا سفور في هذا الاحتفال. الاحتفال بعزل، النساء مقاعدهم خاصة عن الرجال، هذا اثنين. النقطة الثالثة، محتوى هذا الاحتفال يا أستاذ أحمد هو محتوى إسلامي توعوي ثقافي اجتماعي. يعني في كل سنة نسوي مسابقة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسئلة وأجوبة ونوزع عليها جوائز. الغاية من عندها هو نشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الجوائز، بالإضافة إلى أنه نقوم في كل سنة تكريم مجموعة من المتميزين في منطقة العظمية وفي بغداد وعموم العراق، حتى نحثهم على التميز والإبداع مستقبلا ونحث الآخرين. بالتالي الأعظمية طقوسها وحيدة وفريدة وجميلة، وفيها نفحات ونسمات إيمانية. ندعو الجميع إلى زيارة الأعظمية. الاحتفال يبدأ الساعة 7 مساء إن شاء الله، ننتظركم إن شاء الله، وندعو الناس من خلال منبركم إلى الالتزام بالمعايير الإسلامية في منطقة الأعظمية، والالتزام بالحشمة وبالوقار، لأنه هذا الاحتفال هو احتفال سيد الكائنات. وشعارنا في كل احتفال وفي هذا الاحتفال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد والقدوة، وبأخلاقه نهتدي ونقتدي. وبالتالي أدعوهم إلى الالتزام بالوقار وبالحشمة إن شاء الله أثناء الاحتفال وما بعده.